استقبل المستشار حماد الصوي النائب العام رئيس جمعيه النواب العموم العرب عددا من اعضاء النيابات العامه وهيئات الادعاء العام من اعضاء الجمعيه وغيرهم من الاشقاء العرب وذلك على خلفيه مشاركتهم في ورشه عمل متخصصه في مكافحه جرائم الاتجار بالبشر وخلال كلمه له بالورشه دعا النائب العام الى ضروره طرح التوصيات والافكار في نهايه الورشه للاسهام في تطوير العداله الناجزه في كافه الدول العربيه وتهدف هذه الورشه الى تبادل الخبرات والرؤى لتعزيز استراتيجيات الملاحقه القضائيه لمكافحه الاتجار بالبشر وما يرتبط بها من جرائم وذلك من خلال عرض الاطار القانوني الدولي لمكافحه جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين